مثل احبائي الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير وكل ما تتمنوا. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه مليحه. اليوم ان شاء الله راح نعملوا مع بعض لاموسو كراميل بلانسر كراميل بيور كراميل بيغ سالي. نبداو على بركه الله مع المقادير. عندنا 100 غرام نتاع السكر، عندنا 30 غرام نتاع الماء، عندنا 40 غرام نتاع الزبده، وعندنا 100 غرام نتاع لا كريم ليكيد. نبداو على بركه الله. عندنا هنايا دونزين كاسخول نشعلوا النار تاعنا هكذا، ونديرو كمية تاع السكر كما راكم تشوفوا هكذا كامل الكمية، ونزيدو كمية تاع الماء هكذا، نقصو الغاز تاعنا هكا شوية ونحركو قد ما ندخلو داك السكر في الماء برك كما راكم تشوفوا هكذا، ونحاولو نخليوها حتى تولي كراميل. يعني ما دوك حنا هنا في هذه المرحله ما نزيدوش نخدمو بلاكويا، مع الان ما نزيدوش نخدمو بها خلاص حتى كي تولي لنا ان كراميل، ماشي كحله بصح تكون قهويه فونسي. نخليوها هكذا ونتبعوها حتى كي تولي قهويه فونسي. هنا انا الكراميل تاعي راه وجد كما راكم تشوفوا، تحصلت على كولور مارون فونسي. نحيوه في هذه المرحله، نحيوه مع النار هكذا، ونزيدو كامل الكميه تاع الزبده اللي عندنا ضربه واحده، و او ميم طون لا كريم، كميه تاع لا كريم 100 غرام تاع لا كريم اللي عندنا، ونخلطو ضربه واحده بلا ما نخافو. ما نخافوش، نحركو ونواصلو التحريك تاعنا. ديروا اتونسيون باسكو لي كراميل كيكون سخون شويه دونجي، ديروا اتونسيون ما نخسرو والو هكا. ونعاود نردها على النار، انا نحي لا كويا تاعي هنا، نجيب ان فوي ونردها على النار هكذا، ونستمر في التخلاط حتى كي نتحصلوا على القوام اللي احنا حابينه. وشوفوها بدات تختار سبع هكذا، انا سي بون كراميل تاعي راهي حاضره. هذه الكراميل تاعي من بعد ما وجدت لنا كما راكم تشوفوا. انا هنا عندي دي مول دومي سفير صغار، دونك كل ست بيت عندها هذا الموديل كيما هكا. انا هنا راح نعمر خمسة، نستحق خمسة برك، نحطهم في الكونجيلاتور من الصباح للعشيه الا عندنا كونجيلاتور مليح، ولا ليله كامله بلا ما نتقلقوا عليهم هكذا. انا هنا راح ندير كميه صغيره باش نوري لكم. فوالا كملت كامل الكمية تاعي، عملت خمسة كما قلت لكم. انا راح نعملو في الكونجيلاتور يجمد لنا حتى نشوفوه ننتوشيوه نسبوه بلي جمد لنا، ومن بعد نرجعو باش نعملو لاموسو كراميل مع بعض. كانت هذه لا كراميل تاعنا اللي حضرناها مع بعض من قبايل، هذه كما راكم تشوفوا خليتها بردت تماما، انا بردت عندي كي من هكذا. انا هنا عندي 400 غرام تاع لا كريم ليكيد اللي عملتها في لوبول تاعي، غادي نطلعها اون شونتيي كيما هكذا. عندي 12 غرام تاع الجيلاتين اللي درت له شويه تاع ما بارد وخليته باش من بعد نزيدوه نسخنوه في الميكرون نخويوه على لاموس وكراميل تاعنا اللي احنا عملوها مع بعض. عندي ان سباتولا احنا نخدم بها، ونبداو على بركه الله نطلعوا لا كريم تاعنا اون شونتيي. انا وجدت لي لا شونتيي تاعي هكذا، ما طلعتهاش كامل كامل انشونتيي هكذا، انشونتيي فيرم غير هكذا، يعني كي بدات تطلع حبستها. وعندي هنايا لا كراميل كيما والفنا، نرفدو شويه تاع لا شونتيي ونحطوها في لا كراميل هكذا باش يكون لكم واضح هكذا، ونخلطو نمزجو الكل مع بعضه هكذا. هكذا
انا هنا لا جيلاتين تاعي راني ذوبتها كما راكم تشوفوا، نرفد من الخليط هذا ونخلطوا عليها باش تبرد لنا هكا كما راكم تشوفوا. حاولوا تطبقوا كما راني نعمل بالضبط باش تنجح معاكم. كامل هاد لي زيتاب اساسيه لنجاح لاموس تاعنا ولونتفامي تاعنا ولاي حاجه هكذا هكذا. من بعد ما تخلطت نعاود نزيد انا لاموس ونبدا ندخل بتيابتي هكذا. انا هنا نستغنى على لا كويير معلقه هكذا، وهنا نبدا ندخل بالتدريج هكذا، ناخذ وقتنا حتى ندخلوا كامل هذيك لا شونتيي في لا كراميل تاعنا. ان شاء الله يكون واضح للجميع. ونبقى نزيد حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي. كانت هذه لا موسو كراميل تاعنا كما راكم تشوفوا هكذا، هذه لا كونسيستانس تاعها. هيا انا كملت كامل الكميه. هيا انا هنا نستغنى على هذه ونسترجع لا كويير تاعي هكذا. انا هنا عندي ديمول تفاحات هكذا اللي احنا عملوهم، راح يكون جور دو ديسير هكذا. نجيب ان بوشا دوي ونبداو التعمار ونجيبو لي زانسير تاع الكراميل تاعنا اللي حطيناهم في الكونجيلاتور. كانوا هادو لي زانسير اللي عملناهم مع بعض حطيناهم في الكونجيلاتور، هما دو نجمدو عندي كيما راكم تشوفوا هكذا بيغ كراميل هكذا. نحطهم قدامي منا هذا، نحي المثلة، نحاولو نضمو راسنا باش نخدمو بيان. عندي بوشا دوي اللي باش نبدا نعمر فيها لاموس تاعي هكذا كيما تعودنا في الخدمة هكذا. نجيب المقص تاعي ونقص شوية باش ما يغبنيش، حاجة خفيفة، ونبداو نعمرو. بسم الله. بالعقل تنكملو كامل الكمية تاعنا. وفي النص نحط لانسير تاعي هكذا. يعني اكيد المول اللي ما متواجدش عنده المول كيما تاعي تقدروا تستعملوه نابورت كان مول واحد اخر. لي دوميسفير مثلا موجودين في كل بلاصه، لي دوميسفير نصف الدائرة هكذا. كما لاحظتوا احنا لا كراميل تاعنا ما درناش فيها جيلاتين، الاولى اللي درناها في الكونجيلاتور ما درناش فيها جيلاتين. ونكمل نعاود نعمر باش نكمل كامل الكمية. كملت كامل الكميه اللي عندي كما راكم تشوفوا. انا جابت لي 7 تاع الحبات، الحبات ترفد بزاف، راح نحطوهم في الكونجيلاتور ليله كامله حتى يجمدوا بيان كوم يلفو. ونرجع بمرحله كامل الديكونجيلاتور اللي كما راكم تشوفوا، ودي موليته انا فرقتهم على زوج، درت 3 بوحدهم 3 بوحدهم، لان راح نستعمل للديكوراسيون لا فينيسيون. راح نستعمل دو كولور، راح نستعمل ان فيلور روج غرونا، وراح نستعمل ان فيلور جون. راح نعملوهم على دو فوا دو كولور بليتو. نبدا بهادو هكذا، نبدا بالغوج. راهم متواجدين نورمالمون في كامل المحلات، سواء كان في سواء في الخارج سواء في الجزائر متواجدين. ونبداو نرشو على بركة الله. بسم الله. هكذا نحاولوا ما نقربوش بزاف يدينا. هكذا نحطهم دو كوتي. هذه كانت المرحله الاولى كيما نزيد شويه من هنا لوبيتا فوالا.
هذا لو بروميير غلاساج كما راكم تشوفوا هكذا، نحطو دو كوتي ونعاود نعمل للجون. احنا دائما نفضوه مليح هكذا كيما راكم تشوفوا. انا درت الجون ودرت الكرونا. انا راح نجيب ان مورسو دو شوكولا باسكو ما عنديش لاتيج تاع التفاح، ان مورسو دو شوكولا ونحاولوا نعملوا بها لاتيج تاع يعني هكذا ان تي مورسو دو شوكولا، ونحاولوا نقصوا منه جست الاطراف يعني حاجه صغيره قدوما يعني عندنا ميزاننا هكذا. نحاولوا نشوفوا كيفاش نعملوا هكذا ونغرسوه هنايا هكذا. انا هكذا درت هذوك لي تيش تاوعي بالشوكولا كيما وريتكم، جيت قصيتهم بالخدمه وهكذا حاجه صغيره وعملت بالاخر. انا هنا حضرت بلا باتا سكر درت هكذا ورق صغيرين باش نعملوهم التفيحات تاوعنا ويجيونا شابين غير هكذا بلا ما نلصقوا هكذا، يعني نخليو ليماجيناسيون تاعنا تخدم هكذا شويه بشويه حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي كما راكم تشوفوا. دي فوت في تحت هكذا، انا نكمل كامل الكميه اللي عندي سيداتي اعزائي الكرام، نتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم باش نشوفوا النهايه كيفاش راح تكون في طبق التقديم ان شاء الله. احبائي الكرام، كان هذا الديسير تاعنا اللي عملناه مع بعض بلاموس وكاراميل، وعملنا لانسير وكاراميل. كانت هذه النتيجه النهائيه، عملنا له الكلاصاج بالفلور روج والفلور جون. ان شاء الله تعجبكم النتيجه، ان شاء الله تجربوا الطريقه وتكون بالشرح المبسط ان شاء الله تكون جاتكم سهله وتعاودوا لها ان شاء الله نتوما وتردوا علينا الخبر ان شاء الله. اذا عندكم اي اسئله ما تنساوش تحطوها لي في ان كومونتير. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوناش بلايك، ما تنساوناش كومونتير، وما تنساوش الدعم للقناه باش تجيكم كل فائده ان شاء الله لينا وليكم ان شاء الله يا ربي. انا نقول لكم مع السلامه والى الملتقى باذن الله. مع السلامه.